حكايتنا النهاردة عن جين إير، الطفلة اليتيمة اللي عندها 10 سنين، وهنبدأ الحكاية لما أمها وأبوها ماتوا بالتيفود، واضطرت جين إنها تعيش مع خالها مستر ريد. وخالها ده كان بيعملها كويس، بس مشكلتها كانت في مراته ميسيز ريد أو سارة، اللي كانت ست أسيا ومعاملتها وحشة، وفي أولاد خالها اللي برضو كانوا بيعملوها معاملة سيئة. فكانت جين بتتعرض للإساءة النفسية والجسدية بشكل مستمر، وبعد وفاة خالها زاد اضطهاد ميسيز ريد وولادها لجين، لحد ما في يوم من الأيام حصلت مشكلة مع ابن خالها، وأمرت ميسيز ريد بمعاقبة جين، وأمرت بحبسها في الغرفة الحمراء. والغرفة الحمراء دي كانت أوضة خالها اللي كان بينام فيها قبل ما يموت. فلما اتحبست جين في الأوضة دي، اتهيأ لها إنها شافت شبح خالها، وأعصابها انهارت. وأخيراً جه الصيدلي مستر لويد ونصح ميسيز ريد إنها تبعت جين إلى مدرسة لوود. كانت لوود مدرسة خيرية أقرب إلى الملجأ، وكان المدير بتاعها راجل فظ وكريه اسمه مستر بروكل هيرست. وقبل ما جين توصل المدرسة، كانت ميسيز ريد عملت الواجب ووصت المدير عليها، وقالت له إنها بنت كدابة وإنه لازم يراقبها كويس. ونقل مستر بروكل هيرست الكلام ده لباقي اللي شغالين في المدرسة، وبقى يعامل جين على هذا الأساس. وفي يوم من الأيام كسرت جين من غير ما تقصد لوح الكتابة اللي بيتعلموا عليه، فعاقبها المدير بإنه وقفها على كرسي في وسط البنات، وأطلق عليها لقب الكاذبة، ومنعها من الكلام أو التواصل مع أي حد من زمايلها. وبكده انتقلت جين من معاناتها في بيت خالها إلى معاناة جديدة في مدرسة لوود. لكن الدنيا زي ما فيها الوحش فيها الحلو، وزي ما المدرسة كان فيها مستر بروكل هيرست، كان فيها كمان الآنسة تيمبل، المدرسة اللي كانت بتعطف على البنات وبتهتم بيهم. وكان في المدرسة دي كمان هيلين بيرنز، الطالبة اللي اتصاحبت على جين وكانت دايما بتواسيها وتخفف عنها. لكن أحوال المدرسة بشكل عام كانت سيئة جدا، الأكل كان قليل وكان دايما بارد أو محروق، والهدوم كانت قليلة، والحالة الصحية للبنات كانت صعبة، وفي طالبات كتير أصيبوا بالتيفود، وبنات كتير منهم ماتوا بالمرض. وكان من ضمن البنات اللي ماتوا هيلين بيرنز، صديقة جين المقربة. وطبعا جين اتأثرت جدا بالموضوع ده، لكن حالات الوفاة اللي حصلت اتسببت في طرد مستر بروكل هيرست، وتحسنت بعدها أحوال المدرسة. عاشت جين في مدرسة لوود لحد ما تخرجت منها في سن 18، وبدأت تشتغل كمدرسة خاصة، وتلقت عرض عمل من ميسيز أليس فيرفاكس، وهي مدبرة منزل مستر روتشستر. وكان العرض ده إنها تعلم بنت صغيرة اسمها أديل فارنز، كانت تحت وصاية مستر روتشستر. وقبلت جين الوظيفة وانتقلت إلى منزل ثورنفيلد هول، وبدأت هناك صفحة جديدة من حياتها. كانت أديل فارنز طفلة رقيقة وطيبة، وكان سيد البيت مستر روتشستر دايما غايب ومش موجود، فقدرت جين إنها تتأقلم بسرعة في المكان، وحبت الحياة في ثورنفيلد. وفي يوم من الأيام صدفت راجل واقع من على الحصان بتاعه، وكان مش قادر يمشي ومعاه كلب عمال ينبح ومش عارف يساعد صاحبه، فحاولت جين إنها تساعده لكنه رفض وعملها بخشونة. ولما رجعت البيت شافت الكلب وفهمت إن الراجل اللي حاولت تساعده يبقى هو نفسه مستر روتشستر. في البداية كان مستر روتشستر بيعامل جين ببرود وجفاء، وكانت هي كمان بتشك في غيابه المستمر عن البيت وفي الغموض اللي هو عايش فيه. بس مع الوقت علاقتهم اتغيرت وقربوا من بعض، وبدأت جين تحبه. لكن مشكلتها إن دايماً كان في حاجات غريبة بتحصل في البيت، كانت بتسمع أصوات غريبة وبتحس إنهم مخبيين عنها حاجة. وفي ليلة من الليالي مسكت النار في أوضة مستر روتشستر، وجت جين وطفت النار وأنقذته، لكن معرفتش مين اللي ولع النار، واستغربت لما مستر روتشستر قال إن الخادمة جريس بول هي المسؤولة عن الحريقة. واستغربت أكتر إن الخادمة دي فضلت شغالة في البيت عادي، ومستر روتشستر لا طردها ولا عاقبها بأي شكل. وأخيراً جت البيت ضيفة اسمها بلانش إنجرام، وكانت شابة أرستقراطية وجميلة، فحست جين بالغيرة
وحست إنها كانت غبية لما افتكرت إن مستر روتشستر ممكن يبصلها أو يحبها وهي مجرد مربية فقيرة بتشتغل عنده. لكنها في نفس الوقت كانت حاسة إن مستر روتشستر مش بيحب بلانش إنجرام وإنه بيعاملها كويس بس عشان هي ضيفة عنده وعشان هما الاتنين من نفس الطبقة الاجتماعية. وفي وسط الحيرة بتاعتها وصلت جين رسالة من ميسيس ريد بتقول لها إنها مريضة وعايزة تشوفها قبل ما تموت، فسافرت عشان تزورها ولقيتها فعلاً تعبانة وبتموت. وقالت لها ميسيس ريد إن كان في رسالة زمان وصلتهم من عمها مستر جون إير وإنه كان طالب يتبناها وهي صغيرة، بس ميسيس ريد ساعتها ردت عليه وقالت له إن جين ماتت. وبعد وفاة ميسيس ريد رجعت جين إلى ثورنفيلد هول لتفاجأ بأن مستر روتشستر بيخطط للزواج من بلانش إنجرام، لكن بعد رجوع جين اتغيرت كل الخطط دي واعترف لها مستر روتشستر أخيراً إنه بيحبها وطلبها للزواج ووافقت على طلبه. وبكده اتفركشت جوازة بلانش إنجرام وتمت خطوبة جين إير من مستر روتشستر. وبعدها مرت أسابيع قليلة وكانت جين بتحضر للزواج لحد ما صحيت في ليلة على إن في واحدة ست غريبة في أوضتها بتقطع طرحة الفرح بتاعها. طبعاً هي قعدت تصرخ، ولما جه مستر روتشستر قال لها إنها كانت بتحلم وإن الخادمة جريس بول هي برضو المسؤولة عن كل ده. وبعد الحادثة دي حاولت جين إنها تتجاهل كل الأحداث الغريبة اللي بتحصل في البيت لحد ما جه يوم الزواج وظهر في الكنيسة راجل غريب اسمه مستر ميسون وأعلن إن الجوازة دي مش ممكن تتم لأن مستر روتشستر متجوز بالفعل من أخت الراجل ده وكان اسمها بيرثا، وقال إن أخته عايشة في ثورنفيلد هول وإنها محبوسة في أوضة في الدور العلوي وإن الخادمة جريس بول هي المسؤولة عنها. وهنا فهم جين كل الأحداث الغريبة اللي كانت بتحصل وعرفت مين اللي عمل الحريقة الأولانية ومين اللي قطع لها طرحة الفرح. وحاول مستر روتشستر إنه يوضح موقفه فاعترف قدام الناس كلها إنه متجوز فعلاً بس مراته مجنونة من زمان وعشان كده كان مضطر يحبسها ويخلي حد مسؤول عنها، وأخدهم كلهم وطلعهم الأوضة وخلاهم يشوفوها عشان يتأكدوا من حالتها. وبالفعل كانت مراته مجنونة تماماً وده خلى كل اللي يشوفها يتعاطف معاه، فكانت جين متفهمة موقفه وتعاطفت معاه، بس في نفس الوقت كانت مصدومة لأنها اكتشفت أنه شخص كذاب والثقة الكبيرة اللي كانت حطها فيه اتهدت. فقررت أخيراً إنها لازم تسيب البيت ده حتى لو مش عارفة هتروح فين أو هتعيش إزاي. وبعد ما سابت البيت سافرت إلى لندن واتبهدلت فترة عشان فلوسها خلصت وما كانش عندها مكان تروحه، وأخيراً لجأت إلى بيت غريب تعرفت فيه على ميري وديانا ريفرز وكان ليهم أخ اسمه جون، وقبلت هذه العائلة إنها تستضيفها وعملوها كويس جداً. ثم اكتشفت أخيراً إنهم يبقوا ولاد عمها وإن ليها عم تاني ساب لها وصية وثروة كبيرة، ففرحت جين بالثروة لكنها فرحت أكتر عشان قابلت أهلها أخيراً وقسمت الثروة بالتساوي بينها وبين ولاد عمها اللي ساعدوها. وبعد كده سمعت جين في ليلة من الليالي كأن مستر روتشستر بينادي عليها، فأول ما صحيت سافرت لثورنفيلد، ولما وصلت هناك لقيت البيت محروق وعرفت أن بيرثا مرات مستر روتشستر هي اللي ولعت في البيت ورمت نفسها من فوقه وانتحرت. ونجي مستر روتشستر من الحريقة بس كان فقد بصره وإيده، وهنا وعدته جين إنها مش هتسيبه أبداً وتجوزه، وتحسنت حالة مستر روتشستر الصحية وبدأ يستعيد بصره وقدر يشوف جين مرة تانية ويشوف كمان أول مولود ليهم.